الخيط سيدي كان يعني الا شي تضعت ما غيبقى عندي لا علاش المغرب لا صافي. الزهر شعر قال لي امشي عند الطبيب ديالك مشي عند الطبيب ديالك قال لي شوف انا هكذا بغيت نخرج تعرج ضرب الطبيب ديالي قال لي زعما انا الا بغات هي ما عنديش مشكل بقى كل نهار كيقول لي جيبي الدوسي ميديكال انا اصلا بقيت شاكه كنقول زعما كاين خاص ناخذ الدوسي ديالي برا فين بغا يديك في برا فين بغا يديك في برا قال لي المانيا ولا فرنسا ولا كوريا ايوا وشحال طلب لك الفلوس هاد الشيء دابا باقي ما قال والو قال لك هو اللي تاع الحد هذا باقي شويه ويقول لي شوفي انا راه السعوديه باش يوجدوا شي اوراق ماشي اوراق او كيما زعما انت غتطلع لي اوراق شويه جا عندي واحد النهار هنا يشوف باش نوجد لك شي اوراق خاص فلوس انا قلت يعني اذا كان هو غادي يديني نتعالج ضره ولا غيتكلف بي يعني الا كنت غنطلع انا غير شي اوراق هنا ماشي ديال الفلوس شحال طلب لك الفلوس 15000 درهم 15000 درهم عطيتيها له واش هالي ملي كنصيفط ميساج كيقول لي عطاك لا ورقه لا حتى شي حاجه شديتي عطيتي 15000 درهم وصافي ما عطاني والو قال لي صور لي الباسبور وصيفطيه لي ايوا صورتيه له وصيفطتي له مابقاش مابقاش جاوبني قال لي حكا انا مشيت للسعوديه راه ما كاينش هادي راه هادي علاش ما درتيش به باش كيفاش انا لحد تما ما بقيت كنقول زعما ما نديش الذنوب رد انا بصح السعوديه ملي جيت نشوف هو اصلا ما كيدخلش للسعوديه ما كيدخلش 15000 درهم هي مليون ونص اختي مليون اه ما نقول لك ايه بلاتي باش الناس اللي كيتابعونا واللي كيتفرجوا غادي يفهموا دابا انت عطيتي 15000 درهم وعطيتي الباسبور ديالك ولا صورت وصلت ولا فاتت ولكن علاش وفين عطيتي 15000 درهم واش دوزتيها له في لا جا عندي شحالو كاش هو كان كيجي عندي هو شحال مره ما كيقولش لي انا جيت كيجي وما خديتي لا ضمانه لا حتى شي حاجه شديتي عطيتي الفلوس انا شفت انك يقول لك غنعاونك صافي يعني قلت من الاول ماشي انا اللي طلبت منه يعاونني هو اللي قصدني يعاونني قلت يعني راه ما غادي زعما كاين تكون نيتو معايا خدمه ولا شي حاجه ملي كنقول لك انا السعوديه من وراها مابقاش كيجاوب بقيت كنقول زعما ربما ما نديش ذنوب ربما بصح السعودي نجي نسول ما كانش هو اصلا السعودي في المغرب كيكذب ما تفرطوا من هذا الفيديو تبداو الناس كيقولوا راه نصاب علينا راه دا لينا راه دا لينا راه اليوم فاش درت انا فاش حطيت ستوري دخلوا عندي بزاف قال لك نصب عليهم اللي داي لها 20000 درهم اللي داي لها 30000 درهم ما فهمتش وقت الصباح بالليل بعدا بدات كيصيفط ميساجات كتقول لي كتصيفط لي التصوير شو كتصيفط لي لي دوني كاملين يعني متاكده كتقول لي شوفي اختي راه شحال دايمه شحال دايمه ها اللي 1500 درهم ها اللي 900 درهم ها اللي 2000 كل وحده وباش زعما علاش ما ديكلاريتوش به حيتاش دابا انا بغيت نعرف علاش ما مشيتيش درتي الشكايه حيتاش حنا في دوله الحق والقانون انا غنشرح لك انا لقيت شاكه لحد دابا انا دابا انا غنمشي ندير شكايه فاش هو كان كيقول لي الا طلع شي حد دوى عليا السوشيال ميديا بمكالمه وحده نحيدو ياك اختي كان كيقول هاد الهضره علاش اختي غير حيدنا ايوا كان كيخلعكم كان كيقول الا طلعتي انا كاينين بزاف اللي ماشي لهم فلوس ما كاين ما قادرينش يطلعوا الهضره بزاف شكون من هاد بزاف عطينا شي سميه ديال شي واحد الناس ما قادرش وانا بزاف كاين شي دريات كاع معروفين كاع في تيك توك دريه واصله معاها دابا المحكم انا كنعرف وحده معروفه في تيك توك معروفه بزاف دالت هي 20000 درهم ما قدرتش طلعت هذا بزاف هما كاينين عارفين كاين معروفين كتشوف لهم فلوس بزاف اللي قليل شكلها مشات 900 درهم منين شي 2008 هما كيقول لك انا داني نار قالوا لك الناس واش تقدري تقولي لهم شكون هو هذا هو كيقول راه هو في تيك توك راه العالم كامل كيعرفوا ما يدير بادر كيقول انا سعودي كندعم كيقول لك انا اوكي كيقول لنا بلي راني خدام السفاره في الرباط يلا قالت لي وحده عندي التصويره ديالها يلا ايوا كيفاش ودابا انت شنو انت تمشي لك فلوسك ما بغيتيش ديري شكايه لا انا دابا باندي انا ملي زدت تاكدت بلي انا كنت كنقول ربما ماشي نصب عليا ربما غير الوقت ملي زدت تاكدت ان دان كيصيفط ميساجات كيصيفط لي التصاور وكيصيفط لي كونفرساسيون معاه كيقول لك بلي انا نصب عليهم واش كيدير كيمشي مثلا عندك انت كيقول لك شوفي انا راه السعوديه واحد المره خدمنا عندي راه مهم مسكينه مريضه درتي لها هذا المونطون نجي نعطيه اكثر يدريت نصاب عليهم بحال هكا اللي كيصيفط لي ميساج بحال هكا كتقول لك انا واحد الهضره كاع اللي غيقول لك صيفطي لي الفلوس قبل ما يدير لك شي خدمه باغاها يديرها لك عارفين الصاد اللي تيبغي يخدم معك معقول
راه تيقول لك انا غنخدم لك وتنقضي لك الغرض وتعطيني رزقي. اما هذا اللي غيجي يقول لك اعطيني الفلوس عاد نقضي لك، هذاك نصاب نصاب ما مناش يعني. هو في الاول شوف اختي، هو في الاول انا ما كانش خاصني نتعب. قلت راه حط حمزه مون بيبي، انا ما كنتفرجش في حمزه مون بيبي. مي هو اصلا باش يحفظ ويدير معايا انا هذا البلان، هو شاف العمليه اللي دوزت، شاف العدد، جاب الكلينيك بعينه وشاف كل شيء. دونك باش تجي تشدني بحال هكاك وتقول لي غنديك نتعالج ومن هذا الشيء كامل، كل اكثر حاجه كانت غدرني وكانت يعني غتأدي بيا شي كويس، هي فاش كان غيدي الدوسي ميديكال ديالي غيخرج لي مع الطبيب وصافي، ما غنمشي لبرا نتعالج، ما غنكمل في المغرب. اختي دابا انت يا سمعي نقول لك شنو غادي ديري مع هذا السيد هذا اللي نصب عليك. اول حاجه غديري شكايه، لان ما كيتسكتش يعني، انت عارفه فين كاين وفين ساكن وفين. هو نشرح لك هو راه ماشي ما ساكنش في بلاصه، هو كيبقى يكذب بزاف في البلايص وما كيخلص الدريات اللي كيعاودو حتى ما عندك اختي تصاوره عندي قبيله. قالت لك دابا هو شي واحد نصب، هو نصب على شي واحد، هذاك الواحد زير سمعة 47 مليون في حساب الدريه. الدريه السيده ناقداش مع شي حاجه، شوفوا باش كان موعده الدريه ناضمو الفلوس ديك راه بسميت الدريه. مع المحاكم قالت لي من 19 ل 5 طلعت شي وما شدينا غير التحقيق تحقوا معاها في هذا الشيء، الفلوس منين جاو كيفاش علاش. وقبيله قلت ليها الدريه هذا ما غيكونش سعودي، غيكون سعودي سعودي سعودي. الدريه ولاتنا لاكارت ناسيونال ديالو مصوراها مكتوبه فيها كينغدوم اوف سعودي وتصويرته وسميتو. ايوا اش نقول لك، عندك لاكارت ناسيونال ديالو، عندك لا ماشي سنيه فاسني وكني مصور معاه. سمعي نقول لك واحد الهضره، كاين عندي يعني الناس بزاف كتاكد بلي راه كاين صبر راه مصال. دابا غير لي شكايه حيت انا مشيتي عندي والطبيب حتى هو مشيتي عنده، كاين تسجيل ديال الكاميرات لانك مشيتي للكلينيك ومشيتي للطبيب الكابيني ديالو وجيتي للدار عندنا الاقامه فيها الكاميرات، هادشي كامل كاين يعني حتى حاجه ما كتبتش. واش عطيتيه الفلوس ما عطيتيهملوش شي بلاصه اللي فيها الكاميرات؟ جا عندي حدا لداخل في الاقامه وخرجنا برا، ونيت انا عيطت لبابا قلت ليه هادشي، خرجنا برا قال لي شوفي راه شنو كاين واش كاين زعما كاين واش دو الوراق هادي. خدا الدسوس ورجعت لي ميساج قال لي صور لي الباسبور ديالك. صورت الناس اللي عاد دخلوا جداو بارطاجيو هاد اللايف، بارطاجيو اللايف باش الناس يوصلهم هادشي، لان هادشي راه خطير، هادشي اللي راه واقع مع بنات بلادنا كيتعرضوا للنصب في بلادهم. هاد السيد كيدعي بالقوه وقال لك اللي كيدعي بالقوه كيموت بالضعف. هاد السيد تيقول لك انا عندي وانا نقدر ندير لك ونفعل لك ونترك لك الا مشيتي هدرتي عليا، وتينصب على البنات، نصب على هاد السيده في 15000 درهم، نصب على وحده اخرى في 40000 درهم، نصب على وحده في 2000 في 20000 درهم، كينصب على البنات بالفلوس كيقول لهم انا كندعم في تيك توك، انا هادي انا هادي. هاد السيد ما طاحش معايا انا، كون طاح معايا انا غادي نوريه نصب ونحكي له شحال كيطيح. مي هاد البنت هادي راه اختنا كاملين، هادشي اللي واقع لها مسكينه كتبوا عليها الله، هي مسكينه عندها امال باغا في يوم من الايام تقاد الوجه ديالها، من حقها. حنا كاملين كنبغيو ديما تيكون عندنا واحد الحلم كنبغيو نحققوه، جاها دخلها من هاد النقطه الضعف ديالها، قال لها غنديك تعالجي ديري عمليات تفعلي التركي، عطيني 15000 درهم، 15000 درهم هي هذيك مليون ونص، عطيني مليون ونص غادي نديك. شد المليون ونص، شافتكم انتوما ما شافته هو. هاد السيد بغينا نعرفوه شكون اللي موراه وعلاش كيدير هاد الشيء بهاد السيده مسكينه 15000 درهم تمشي لها هكا هباء منثورا. بلادها يعني تقريبا ماشي في المغرب، تكون كانت غير في شي بلاد وحده اخرى، راه عيب هاد الشيء عيب. بارطاجيو اللايف حتى يوصل للناس، وتيقول لهم انا خدام في السفاره. كيفاش اخويا انت خدام في السفاره؟ واش اخويا نعرفوك انت شكون انت من اصله؟ كملي اختي. وشتي العذاب اللي انني 15 يوم ايدي مربوطه معانيف، لان بديتي كتقول اه بقات سيا، وقلتي دابا بقات سيا ما كاينش اللي يقدر يصبر بحال هكا، وفي الاخر وكون غير ما مشيتيش للطبيب ديالو قلت له قالوا لك كان كيدخل عندها مره مره يدعمها، وكل نهار كتحط صور وتشكر فيه. بصح هذا الشيء هنا واحد داوين عليه كاين بادر الكويتي. اها انا نوري لك ليه بادر الكويتي داك بصح كان كيدعمني وكل شيء كان كيشوف، ماشي هذاك، هذاك راه سميتو بادر الكويت، هذا لكن كانوا كيدوا على هذا راه سميتو بادر الكويتي، هو هذا.
هذا كان كيدعمني وكلشي كان كيشوف. هذا راه سميتو هذا ماشي نصاب، انا اصلا عشت الكويت عمرو جا المغرب. هذا راه عمرو دعمني انا، هذا ما سميتوش اصلا بادر، اصلا عمرو ما سميتوش بادر باش يدقوا عمرو دعمني. وريتي نفس الصوره ماشي هو، لا ماشي هو هذا، هذا شكون ورينا نشوفو هذا، هذا هو اللي كان كيدعمك. هذا كان هذا كويتي، هذا ما عمرو اداني ولا شي حاجه، هذا كان كيدعمني. هذا كان كيدعمني وعمرو هضر معايا كيدعمني مسكين وصافي، كنشكرو في انستغرام الله يعاون. اها هذا كنت نعيش في الكويت عمرو نزل المغرب. هذا اللي هاد بادر اللي داوي عليه هذا، ما سميتوش اصلا بادر، راه سميتو ما عندوش سميتو في انستغرام، ماشي هي اللي سميتو في تيك توك، ماشي هي سميتو الحقيقيه. لا وزيدو راه كيك شغل دابا حمزه مون بيبي ليه اللي بغى يشوفه يدخل السناب اللي حمزه مون بيبي راه يشوف، وهو النيت هذاك اللي لايح حمزه مون بيبي هو. هو صح متأكدة، واه مليار في المية ماشي 100%. أما داك الشيء أنا ما عنديش سناب وما كنتباش حمزة مون بيبي وما عنديش مع حمزة مون بيبي، بصح ما فهمتش أنا كيفاش تدار جاب تصويت وجاب وحط فين كاين وكل شيء. كاين كاتب بقيلا راه كتب بلي راه في النادية في هاوس بول. ما تجبديش حمزة مون بيبي، ردي البال راه ينوض لك. واش الناس كنت نخاف أنا من شي واحد، وخاف انا متشكر. اما البادر اللي كنت كنشكر انا في انستغرام ماشي هو اللي داوي يعني هذا، هذاك اصلا كويتي وعمرو جا المغرب. راه وتالك دابا فلوسك هكاك ايه هكا تبلع عليك دالك رزقك، ومنين بقيتي كتعيط على شنو تيقول لك؟ والو ما كيجاوبش، انا في السعوديه شويه ولا كيقول لي الخيار في عودك ركبيه ولا نشد لك اندرايف. تيهضر تيهضر هو كيدوي العربي وقيلا احسن مننا حنا كاع. تيهضر بالدارجه هو قال اه هو كيدوي كيفهم بيا. هي افلاطونه اختي، افلاطونه جا اختي طلعي معانا حتى انتيا باش الناس يعرفوا. تبار بلاتي عرفتي شنو ايا ايا كون طلعنا قيست باش نقدروا نطلعوا معانا الناس قيست. يعني دابا كنوقفوا معاكم وتنجيو نبغيو نبينوا لكم النصابين، نبغيو نجيبوا لكم حقكم. وحده كتجي كتبقى تكتب لي الله يخليك بالخلا، الله يخليك بالخلا، راه عارفه راه قالت كشفت لاكارت ناسيونال ديالو. شوفي دابا دابا برافو عليك دابا، شوفي شوفي عندك شنو اللي خلاني نتاكد، حيت الدريه اللي صورت لي لاكارت صيفطتنا التصوير ديال لاكارت فيها التصوير فيها الفوق كاتبين كينغ توم وسعودي عربي. ايوا اختي راه سعودي هذا، ورا داك الشيء علاش انا ماشي انا، حيت انا ما عمرني شفت شي حاجه زعما كتكتبين سعودي. انا جات الدريه صيفطات باللي من ورا ما حطيت الفيديو صيفطات باللي راه اللي نعاد هذا اللي زعما انا متاكده مليون في المئه راه كيتفرج في هذا اللايف. اه كيتفرج حيت اول ما نقول اخويا غنبقى لاصقاك لاصقاك تترد للسيده 15000 درهم ديالها. اول لايف درت جاتني ميساج قال لي واش ماشي وصلك الدعم على ظهري. كيفاش يوصل لك الدعم؟ وعطي السيده غير رزقها، عطيها غير رزقها وما تعاودش كاع تهضر عليك. شوفي غدا انت غديري شكايه سمعتيني؟ اه دابا حيتاش عندي 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 يمكن الدار. الا ما عندكش المحامي نعطيوك المحامي اللي غيوقف لك على الشكايه ديالك وغيجيب لك حقك. كاينين محاميين في المستوى اللي غادي يجيب لك الحق ديالك، لانك انت مغربيه حره، ما غيجيش واحد ملقط في وسط بلادك يحقرك. الا انتي غدا غديري شكايه، ما عندكش كيما قلتي ما عندكش سميتو. الا ما عند نطلعو هشام المداح بلاتي، صيفط هشام صيفط في القسط سمعتيني. الا ما عندكش المحامي ندبرو لك في المحامي. اللي بغيتي انا غنوقف معاك فيها، غنوقف معاك واخا نخلص لك من جيبي. قلبك هاد خونا ما غايقلبكش، وحنا معاك، الناس كاملين اللي كيتفرجوا غيوقفوا معاك، وانت ماشي بوحدك، وما خصوش يستغل الضعف ديالك. اصبر اسمع هشام انا نشوف. ها نسيت لي لوكاليزاسيون صيفطتها لي، ما جاش الغد قول لي انا غنجي عندك للدار. جا دو مع ماما وبابا قال لهم شوفوا لنا قاسية، وكنت كنتفرج في تيك توك انا غنتكلف بها تخرج تعالج على ظهرها. دالا 15000 درهم. سمعك بقى كيجي عندي شوي ويقول لي شوفي جا عندي واحد النهار قال لي واحد الوراق باش يطلعوا كتا باش بعد عند الطبيب ديالي، قال لي عطيني الدوسين هذيك انا اللي ضيع يعني غيخرج ما صافي ما بقاش ولا ما مشيتش تعالج برا يعني ما لا هنا لا ليه صافي غنجلس ما علاج لا والو. بيبا كنشوفك صافي. جا عندي واحد النهار قال لي باش يطلع واحد الوراق كدا ما كتا 15000 درهم تشاو يقول لي صور لي الباسبور ديالك صور صور صيفطوا لي. من بعد كنصيفط لي ما كيجاوبش
سينك انا السعودي، هو كيش السعودي حيت اصلا ما كيدخلش السعودي، واش عندي شي مشكل تما ولا الله اعلم، غير في المغرب. من وراه بقيت كنتسنى زعما ربما غير الوقت، ربما ما نضرش فيه شي دم خيب هو يعاونني في الاول شويه. تا كان يعني شويه كنسمع بنادم اللي ناصب عليه 2 مليون، ناصب ناصب عليه 10 ربعه اللي ندي ليها 800 درهم، كل واحد كاين اللي ناصب عليه وكاين اللي بيها ناصب على الناس. صافي حد هنا مزيان، انا بقيت كنقول تسنى زعما ربما غير الوقت ربما ما نساليش شويه. ملي كنصيفط ميساج كيقول لي راك المخير.